بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الحمد لله الذي سلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة اليوم سوف نتأمل بعض الاكتشافات العلمية الكونية، ومن أهمها موضوع أن في الكون هناك طرق سريعة يمكن أن نسميها معارج كونية. هذا الأمر أيها الأحبة في الماضي لم ينتبه له العلماء. السبب طبعا أنهم كانوا ينظرون إلى الكون على أنه فراغ أو فضاء. أحبتي في الله، الصوت واضح؟ فقط أحب أن أعرف على أنه فضاء. هل الصوت واضح؟ طيب، الحقيقة العلماء أوهمونا في السابق عندما أطلقوا مصطلح سبيس أو مصطلح فضاء. قالوا إن الكون في معظمه فراغ، لا يوجد شيء، ونسبة ضئيلة فقط من المادة موجودة في هذا الكون، والباقي كله فراغ. لذلك نشأ علم اسمه علم الفضاء. هذا الكلام عندما نذهب للقرآن الكريم نجد أن القرآن لا يستخدم كلمة فضاء أبدا. القرآن كلمة فضاء غير موجودة في القرآن أصلا، كلمة فراغ غير موجودة. عندما نتأمل الآيات التي ذكرت فيها السماء، نجد أن القرآن يستخدم تعبير البناء. يعني مثلا الله تعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول أيضا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، بناء متين. طيب، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. إذن القرآن يؤكد على موضوع البناء. طيب حديثا ماذا وجد العلماء؟ بدأوا قبل 50-60 سنة تقريبا، بدأوا يغيرون مصطلح الفضاء ولكنه بقي موجودا، وبدأوا يستخدمون مصطلح بنية الكون أو بناء الكون أو cosmic building أو structure أو هذه المصطلحات التي لم تكن معروفة في الماضي، ونحن نتحدث عن 50-60 سنة فقط. إذن أيها الأحبة، العلماء عندما يصلون لاكتشاف الحقيقة، أين نجد هذه الحقيقة؟ في القرآن. طب لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن من الأساطير القديمة كما يدعي بعض المشككين، من أين جاء بكلمة بناء؟ يعني أنا اليوم لو بحثت على الإنترنت عن الكون والبناء سأجد آلاف المقالات والأبحاث تبحث في هذا المجال وتقول إن الكون كله عبارة عن بناء كوني مشغول بالمادة والطاقة. والذي ظنه العلماء أنه فراغ، وليس فراغ، هو مادة مظلمة غير مرئية أشد من المادة التي نراها. الكون بنسبة 95% تقريبا فيه مادة وطاقة مظلمة، وال5% الباقي هي ما نراه. لذلك القرآن هنا أيضا دقيق، عندما أقسم قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. إذن القرآن دقيق جدا في التعامل مع الحقائق الكونية. اليوم أيها الأحبة، أرسل لي أحد الأحبة دراسة منشورة حديثا سأستعرضها معكم طبعا من خلال يعني أنا أحب دائما أن أحب أن نرى على الواقع. يعني حقيقة أنا من خلال هذا البث المباشر أحب أن أكتشف معكم الحقائق العلمية، لأنني على ثقة،
على ثقة أن أي اكتشاف علمي لابد أن نجد آية في القرآن تؤيد هذا الاكتشاف، أنا على ثقة تامة. لذلك أنا هذا البحث حقيقة اطلعت على العنوان ولم اطلع على المضمون، ولكن أنا واثق عندما نقرأ هذا المضمون سنجد التطابق الكامل مع القرآن. من أين جاءني هذا اليقين؟ أنا منذ 20 عاما أيها الأحبة وأنا أبحث في الحقائق العلمية، وهوايتي كانت الاطلاع على الجديد البحث العلمي. هذا الكلام يعني يوميا أقرأ عشرات الأبحاث أو على الأقل ملخصات عنها. خلال 20 سنة الماضية تشكلت لدي قناعة راسخة أن أي بحث علمي أو أي اكتشاف أو أي حقيقة علمية لابد أن أجد تطابقا مع القرآن وتوافقا كاملا مع القرآن، بل وأجد إشارة قرآنية ربما تكون خفية، قد أراها وقد لا أراها، ولكن الإشارة موجودة في القرآن، لأن الله تعالى يقول عن هذا القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هنا أيها الأحبة عبارة كل شيء يعني كل ما تتصوره موجود في القرآن، سواء حقائق كونية أو طبية أو علمية أو لغوية أو غيبية، حقائق تتعلق بهدايتك أيها الإنسان، حقائق تتعلق بشفائك أيها الإنسان. القرآن أيها الأحبة مليء جدا بهذه الحقائق، وحتى الآن حقيقة لم أجد دراسة علمية يقينية، طبعا النظريات ليس لنا شأن بها الآن، الحقائق أو الاكتشافات العلمية دائما تأتي متفقة مع القرآن. الآن هنا العلماء يكتشفون كما نرى أمامنا ما يشبه الطرق أو الأعمدة تتوضع بين أجزاء المجموعة الشمسية في الفراغ، يمكن أن نسميها ممرات سريعة لنقل الأشياء. يعني الأشياء يعني نحن أيها الأحبة عندما نتعامل مع المقاييس المصغرة، يعني نتعامل على الأرض، الأرض محيطها 40,000 كيلومتر، يعني عندما نتعامل مع آلاف الكيلومترات أو مئات الآلاف من الكيلومترات، هذه مقاييس مصغرة يمكن لعقولنا أن تتسع لها، ونرى أن هناك قوانين تحكمها. يعني توزع الجاذبية على السطح الأرض له توزع يتعلق بموقعك عن مركز الأرض، الشمال أو الجنوب، يمين أو الشرق أو غرب. ولكن عندما نصعد في الفضاء ونخرج سواء داخل المجموعة الشمسية أو خارج المجموعة الشمسية أو بين المجرات، تصبح وحدات القياس الكونية ليست بالأمتار، نحن هنا على الأرض نتعامل بالمتر، المتر 100 سم. في الكون هناك تسمى وحدة قياس كونية أو وحدة فلكية تساوي 150 مليون كيلومتر، هذه تعتبر مثل متر بالنسبة لنا. إذن المقاييس الكونية الكبيرة عندما نتحدث بملايين ومئات الملايين من الكيلومترات، ليس من الأمتار على فكرة، نحن نقول الوحدة الفلكية تساوي، يعني العلماء وضعوا مقياسا كونيا لأن المتر يعجز عن التعبير. ستقول 1,000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 ,
هي المسافة بين الأرض والشمس 150 مليون كيلومتر. 150 مليون كيلومتر. في هذه المسافات الكونية الكبيرة القوانين تختلف، قوانين الجاذبية تختلف، قوانين الزمان والمكان تختلف أيضا أيها الأحبة. لذلك أينشتاين عام 1905 في النظرية النسبية الخاصة و1915 في النظرية النسبية العامة طرح مفاهيم عن سرعة الضوء أولا وعن الجاذبية
وعلاقة الجاذبية بالمكان، وأطلق مصطلح هو نسيج الزمان والمكان، زمكان يعني، وقال إن هذا الأجسام الموجودة تتأثر بهذا النسيج، والنسيج يتأثر بها، وظهر ذلك حديثا من خلال تأثير الجاذبية الهائلة للثقوب السوداء على هذا النسيج. وقلنا في لقاء سابق إن القرآن أشار إلى النسيج هذا بقوله تعالى: والسماء ذات الحبك، أقسم الله بهذا الحبك. وكلمة حبك أي أجاد نسج الشيء، الحبك هو النسيج المحكم، نسيج محكم متعدد، كلمة حبك جمع. طيب، الاكتشاف الذي بين أيدينا اليوم تم كما نرى أمامنا، نشر بتاريخ 18 ديسمبر 2020، في أواخر السنة الماضية 2020. وطبعا هنا الذي نشر هذا المنشور على عدة مواقع منها لايف ساينس موقع شهير. هنا أيها الأحبة نلاحظ وجود الطرق السريعة في الكون التي يمكن أن نسميها معارج كونية. نجد أنها متعرجة، يعني أي جسم إذا أراد أن يصعد في السماء بين النجوم بين المجرات يجب أن يسلك طريقا متعرجا ليحقق السرعة الكبيرة. الطريق المستقيم لا يحقق السرعة الكبيرة، على عكس القوانين التي على الأرض. يعني نحن على الأرض أحبتي في الله عندما نريد أن نصل إلى نقطة معينة فإن أقصر طريق هو الطريق المستقيم، الخط المستقيم، تمام أيها الأحبة؟ أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم. طيب، بالنسبة للفضاء أو بالنسبة للكون، قلنا لا يوجد فضاء، ولكن بالنسبة للمسافات الهائلة بين المجرات والنجوم أو بين كواكب المجموعة الشمسية، عندما نتحدث بمئات الملايين من الكيلومترات، كيف، ما هو أقصر طريق؟ أقصر طريق ليس هو الطريق المستقيم، أقصر طريق بين نقطتين خارج الأرض ليس هو الطريق المستقيم أيها الأحبة، هو الطريق المتعرج. لماذا؟ لأن هذه التعرجات، هذه التعرجات التي نراها تحقق شروط السرعة الكبيرة بسبب تغير الجاذبية. يعني لو أن الجسم سار بخط مستقيم هكذا، خط مستقيم، سيعاني من مشاكل الجاذبية وسيعاني من بطء في سرعته. هناك ممرات خاصة، طرق خاصة شكلها متعرج كما نرى في الصورة. هذه التعرجات تضمن لأي جسم أن يسير بسرعة أكبر ويختصر المسافة أكثر، أو يختصر الزمن أكثر، ويقطع مسافة أطول ولكن يختصر الزمن بسبب الزيادة الهائلة في السرعة، لأن التيارات الجاذبية تكون أعلى هنا تدفعه بشكل كبير، تمام أيها الأحبة؟ طيب، هذا الأمر نحن إذا عدنا للقرآن قبل أن نكمل هذه الدراسة أيها الأحبة، دعوني أعود معكم للقرآن العظيم. لو بحثنا عن كلمة عرج في القرآن، لو بحثنا عن كلمة عرج في القرآن العظيم، نريد أن نعلم أين استخدمت هذه الكلمة. يعني القرآن لو كان كلام بشر كما يدعي المشككون يمكن أن يستخدم كلمة فضاء، يستخدم كلمة سار في الكون، مشى، انتقل، كذا. هذا الكلام لا نجده في القرآن. نجد أن القرآن عندما يعبر عن الحركة خارج الأرض يعبر عنها بالعروج، عرج. وعرج
هذه الكلمة جاءت من مشية الأعرج. الأعرج يمشي هكذا فيرسم خطا متعرجا. إذن الأجسام في الكون حتى تضمن أن تسير بسرعة كبيرة وتختصر الزمن يجب أن تسير بسرعة متعرجة، بل إن عفوا حركة متعرجة مسار متعرج، بل إن المسارات المستقيمة قد تكون سيئة وقد تدمر هذا الجسم لأنها قد تجرفه بعيدا عن الطريق الصحيح، لأن التيارات الجاذبية أيها الأحبة في الكون لها سيطرة كبيرة أقوى بكثير مما هي على الأرض. يعني الجسم عندما تتركه حرا في الفضاء هناك تيارات جاذبية عنيفة جدا، يمكن لأقل تغيير أن يجرف هذا الجسم بعيدا عن مساره فيصطدم بجسم آخر. لذلك الكون كله متوازن. وفي القرآن العظيم هناك آية قبل أن أكمل أيها الأحبة تتحدث عن كيف أن الله يمسك هذه السماوات. هذه هي الآية أيها الأحبة، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. كيف يمسك؟ أنت عندما تمسك شيء بقبضتك حقيقة تمارس قوة عليه، قوة جذب، تبقي هذا الشيء ممسوك. الكون الله تعالى خلق فيه قوى أو تيارات أو أمواج من الجاذبية تمسك هذا الكون بقدرة الله سبحانه وتعالى. من الذي خلق هذه الأمواج من الجاذبية والتي اكتشفت مؤخرا؟ من أهم اكتشافات القرن الحادي والعشرين أيها الأحبة الكونية أمواج الجاذبية. أمواج الجاذبية، الجاذبية ليست خطوط مستقيمة بل أيضا متعرجة، وبالتالي فإن حركة الأجسام متعرجة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لو أن قانون الجاذبية أيها الملحدون اختل قليلا، هل تستطيع التكنولوجيا الحديثة أن تمسك هذا الكون؟ يعني أنت أيها الإنسان ما موقعك من هذا الكون؟ لا شيء. أنت على الأرض لا شيء، لا تستطيع أن تفعل شيئا. عندما تأتي هزة أرضية صغيرة تدمر مدن، تدمر آلاف الناس يموتون، لا يستطيع العلماء ولا البشر ولا التطور العلمي أن يفعل شيئا، يقف عاجزا. فكيف ستتحكم بالكون؟ فالذي يمسك هذا الكون بنجومه ومجراته وسمائه وأرضه هو هذه الأمواج من الجاذبية التي هي ميزة للسماء أقسم الله بها، والسماء ذات الحبك، لأنها بالفعل شكل الأمواج يشبه أمواج الجاذبية، يشبه الحبك، يشبه ما تصنعه المياه على الرمل إذا ضربته على الشاطئ. هذه الأشكال المتعرجة، هذا هو شكل أمواج الجاذبية بالضبط. في التفسير استعرضنا تفسير القرطبي والطبري، قالوا الحبك هي الأشكال التي ترسمها الماء أو يرسمها الماء على الشاطئ، أمواج البحر عندما تضرب الشاطئ ترسم أمواج هكذا متعرجة، أشكال متعرجة، هذه تسمى الحبك. هذا الشكل هو ذاته شكل أمواج الحبك أو أمواج الجاذبية في الكون. طيب الله يمسك هذا الكون من خلال هذه التيارات أو هذه الأمواج من الجاذبية تمسك الكون، فحركة الكواكب والمجرات والنيازك والغبار الكوني والدخان الكوني في الكون كل الأجرام تتحرك حركة متعرجة وليست حركة مستقيمة. لذلك القرآن قال كل في فلك يسبحون. طيب هذه الدقة الكونية عندما أجد آيات قرآنية تصفها بدقة ماذا يعني ذلك؟
أنا كإنسان أستخدم عقلي للتفكير العلمي والمنطقي، عندما أجد هذا التناسق بين القرآن وبين الحقيقة العلمية لابد أن أعترف أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من إنسان ثقافته امتزجت بثقافة القرن السابع الميلادي، حيث الأساطير وحيث الخزعبلات والخرافات. هذا الكلام ليس فيه خرافات، كلام علمي دقيق. طيب، دعوني الآن أذهب إلى كلمة الحركة في الكون كيف تتم. سأبحث معكم عن كلمة عرج ومشتقاتها. يعني انظروا أيها الأحبة، ولو فتحنا عليهم بابا، دعوني أكبر الخط قليلا فقط لكي يعني أحبتنا يتأملوا معي هنا. أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. طيب، من أين جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة يعرجون؟ يعني يسيرون حركة متعرجة، كلمة دقيقة تناسب الاكتشاف العلمي في عام 2020، في نهاية 2020، تناسب الصورة التي رسمها العلماء التي تقول بأن هناك طرق سريعة في الكون بسبب تيارات الجاذبية، أي جسم يريد أن يتحرك يجب أن يتحرك في هذه الطرق. المعارج شكلها متعرج. طيب، هذا كلام دقيق أيها الأحبة وكلام كبير. مع يعرجون، يعني كيف خطرت على بال بشر أن يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء؟ طيب، السماء لها أبواب، نعم هناك بوابات خاصة، يعني هذه الطرق السريعة لها بوابات خاصة، إذا ذهبت في اتجاه خاطئ سيتم تدميرك بسبب تيارات الجاذبية التي قد تجرفك باتجاه نيزك أو كوكب أو باتجاه منطقة مثلا فيها مثلا مجموعة من النيازك، مجموعة من الحجارة الكونية، فقد تدمر. بينما هذه الطرق الكونية السريعة الحقيقة اكتشاف علمي أنبأ عنه القرآن، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. طيب، نتابع، هل القرآن يستخدم هذه الكلمة فقط بالصدفة؟ يعني قد يقول ملحد بالصدفة استخدمها. دعوني نرى بقية الآيات. هنا يقول تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. إذن هنا تذكر الأعرج الذي لا عنده مشكلة في مشيته فيمشي بشكل متعرج. طيب، الآية الثالثة، أنا بحثت عن مشتقات كلمة عرج في القرآن كله 9 مرات فقط، لكي لا يأتي من يقول إننا ننتقي من الآيات ونؤول ونركب معاني يعني لكي نطبق الحقائق على بعضها. لا، هنا أيها الأحبة يقولون تلوون أعناق النص، يعني هذا كلام فارغ، النص لا يلوى عنقه، وتشبيه هذا تعيس جدا، يعني يشبه القرآن بأنه نص. القرآن ثابت كلام الله أيها الأحبة، لا يستطيع أحد أن يغير فيه أو يحرف، ونحن الآن مضى عليه 1400 سنة، ملياري مسلم يتفقون على قرآن واحد. بينما أعطني أي دين آخر ستجد لديهم عشرات الكتب ومئات الكتب كلها متناقضة ومتضاربة مع بعضها. الإسلام هو الدين الوحيد الذي أتباعه جميعا يعتقدون أن القرآن كلام الله بلا استثناء، وجميعا يتفقون على قرآن واحد. يعني لا يوجد هذا، اذهبوا إلى أي ديانة أخرى
مع الاحترام طبعا لكافة أتباع الديانات، تجد طوائف متناقضة مع بعضها، كل واحد لديه كتاب مختلف عن الآخر، لا يتفق لا على كتاب ولا على تعاليم، ولا يعتقدون أنه كلام الله. يعني خذوا مثال الكتاب المقدس، من اليوم يستطيع أن يقول هذا كلام الله؟ هل كلام الله يصف قصة صلب المسيح مثلا وهي قصة غير حقيقية؟ يعني عندما يقولون إنه علق على الصليب وكذا، طيب هل الله أنزل هذا الكلام؟ طيب على من أنزله ثم قام في اليوم الثالث أو ما شابه ذلك؟ طيب أنزله على من؟ على الذي كتبه فيما بعد؟ يعني مثلا لو وجدنا في القرآن مثال، أعطيكم أحبتي في الله لتدركوا دقة القرآن، لو وجدنا في القرآن قصة تحكي موت النبي وماذا حدث بعد موته، بالله عليكم هل يمكن لأحد أن يقتنع أن هذا كلام الله نزل على محمد؟ لا أحد يقتنع. القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وينبئه أنه لا يعلم الغيب، وينبئه أنه سيموت، يقول له إنك ميت وإنهم ميتون. انظروا إلى كلام القرآن من أوله لآخره، كلام إلهي، البصمة الإلهية واضحة. مثلا هنا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. سبحان الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الأمر ينزل من السماء إلى الأرض ثم يعرج عروجا في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إذن استخدم القرآن كلمة يعرج للتعبير عن الحركة المتعرجة في السماء، وهذه الآية فيها إعجاز آخر سنخصص له حلقة إن شاء الله، أن اليوم بالنسبة لله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا له بحث إن شاء الله، نفرد له حلقة خاصة. طيب هنا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، استخدم كلمة العروج في السماء، وهو الرحيم الغفور، الآية التي بعدها. وهنا أيضا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، يظهرون معارج يعرجون في السماء. طيب وهنا أيضا تتحدث في سورة الحديد، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعرج فيها، استخدم لفظ العروج مع السماء. إذن ليست مصادفة، هذا نظام في القرآن كله يستخدمه في القرآن. يعني لا يوجد مثلا طلوع، لا يوجد مثلا هناك عن البشر كأنما يصعد في السماء، استخدم كلمة يصعد لأن الإنسان عندما يصعد إلى جبل أو إلى يعني حتى إلى طبقات الغلاف الجوي هو لا يتحرك بشكل عروج، يمكن أن يتحرك بشكل مستقيم. لماذا؟ لأن قدرات الإنسان لا تسمح له أن يسير أو يعرج لملايين الكيلومترات، هو يصل أقصى مسافة بلغها إلى القمر 340 أو 400 ألف كيلومتر، دون 400 ألف كيلومتر، تصوروا أحبتي في الله. إذن في المسافات الكبيرة الحركة في السماء بين النجوم بين المجرات دائما تكون متعرجة، والقرآن يستخدم كلمة يعرج وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. طيب الآية الثامنة، من الله ذي المعارج، ذي المعارج،
والآية الأخيرة. هناك سورة في القرآن اسمها سورة المعارج، هناك سورة في القرآن أيها الأحبة رقمها 70، هي سورة المعارج. هذه السورة يعني لو عرضنا هذه السورة، الله تعالى يقول: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. طيب، هنا أيها الأحبة، حركة الملائكة في الكون، الملائكة تقطع مسافات هائلة جدا، مليارات الكيلومترات ربما أكثر. يستخدم القرآن دائما كلمة العروج، تعرج الملائكة والروح إليه. طيب ماذا يعني ذلك أحبتي في الله؟ يعني أن القرآن الذي كتب، يعني الذي أنزل القرآن، يعلم طبيعة الحركة في الكون فاستخدم هذه الكلمة. طيب ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ طيب لو كان القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام، أكيد سيستخدم مرة كلمة يعرج، مرة يسير، مرة يصعد، مرة يطلع، مرة كذا. أما أن يحافظ على هذا النظام في القرآن، هذا الشيء يدل على أن الذي أنزل القرآن يعلم هذه المعارج ويعلم طبيعة الحركة في الكون. لذلك هذا دليل مادي ملموس على أن القرآن كلام الله ليس من عند بشر. طيب دعوني أنا أيها الأحبة أعود إلى البحث لنطلع ماذا يقول العلماء. سأعود لهذا البحث أيها الأحبة ونطلع على كلام العلماء حقيقة. هذا هو البحث سأعرضه أمامكم أحبتي في الله. طبعا العلماء يقولون أحبتي في الله أن هناك طرق فائقة السرعة اكتشفت حديثا يمكن استخدامها للمسابر الفضائية في المستقبل لاكتشاف الأماكن البعيدة في الفضاء الشمسي ضمن المجموعة الشمسية، لأن الإنسان حقيقة لا يستطيع أن يخرج خارج المجموعة الشمسية لأن العمر لا يسمح، يحتاج لمئات الآلاف من السنوات حتى يخرج خارج المجرة أو خارج، ولن يعيش طبعا. فهنا أيها الأحبة هذا الاكتشاف طبعا رصد من قبل مرصد بلغراد الفلكي، يقولون إن هذا البحث يؤكد وجود هياكل طاقة مخفية لا ترى. طبعا نحن لدينا آية في القرآن: خلق السماوات والأرض، خلق السماوات بغير عمد ترونها. دائما هناك إشارة إلى الأعمدة المخفية في الكون، أعمدة الجاذبية المخفية في الكون. دعوني أتأمل معكم الآية. طبعا الله تعالى يقول: بغير عمد ترونها. هذه الآية، هذه الحقيقة ذكرت عدة مرات: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. إذن هذه الأعمدة المخفية أحبتي في الله شكلها أيضا متعرج. طبعا يقول يعني هو البحث، أنا أرى بأنهم يقولون، طبعا أنا أحاول أن أترجم لكم أحبتي في الله، يقولون: كشفت هذه الدراسة الجديدة عن شكل جديد في هذه الأقواس
يسمونها أقواس الفوضى طبعا، ولا يوجد فوضى في الكون. يقولون إنها تشبه بنية زخرفية غير مرئية تتطور على مدى عقود. ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في تفسير السلوك الغامض للمذنبات. المذنبات تسير حركة تعرجية غريبة جدا، نعلم ذلك أيها الأحبة، ولكن الذي لفت انتباهي هنا أنهم يستخدمون لفظ بنية زخرفية. بنية زخرفية يعني غريب هذا اللفظ، لأننا لدينا يعني أحبتي في الله، أنا فقط أحب أن أقول لكم، طبعا أنا أول مرة أقرأ هذا البحث، أحببت أن أقرأه معكم لنكتشف ماذا وجد العلماء. رأينا أنهم يقولون هناك أقواس أو أعمدة، هي أعمدة ولكن شكلها على شكل أقواس كما نرى هنا أمامنا على الشاشة. هذه الأقواس أولا غير مرئية ولها بنية زخرفية، وهي طرق سريعة تستطيع أن تنتقل عبرها بسرعة أو تعرج عبرها بسرعة. القرآن استخدم كلمة يعرجون أو تعرج الملائكة والروح إليه، أو يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها. طيب هناك أنا لدي أيضا سورة، دعوني فقط يعني أتأمل معكم، سأعرض البرنامج لأنني دائما أحب أن نرى بأعيننا. يعني نحن قلنا هنا كلمة، طبعا هذه أول إشارة في القرآن، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. إذن هناك أعمدة غير مرئية من الجاذبية، الآن يكتشفها العلماء، يقولون غير مرئية ويسمونها أقواس غير مرئية، طبعا يطلقون عليها لفظ الفوضى، يريدون أن يقولوا إن كل شيء فوضى في الكون. لا، في القرآن لا يوجد فوضى، في الإسلام لدينا لا يوجد فوضى، كل شيء منظم. طيب أحبتي في الله، حقيقة يعني عندما نذهب إلى كلمة عرجة، نعود من جديد، نعود إلى كلمة عرجة، نبحث بالجذور، نجد أن هناك سورة في القرآن اسمها سورة الزخرف. سورة نبحث بالجذور نجد أن هناك سورة. إذن لدينا سورة في القرآن العظيم اسمها سورة الزخرف. طيب هذه السورة ماذا يوجد فيها؟ هذه السورة ماذا يوجد فيها؟ دعوني أتأمل معكم أيها الأحبة. الله تعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. نعيد أيها الأحبة: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. انتبهوا معي رجاء، نحن الآن نتدبر القرآن ليس لمجرد المتعة وليس لحب الاطلاع، هذه عبادة لله، وكل من لا يتدبر القرآن قلبه مقفل. الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقلبك إذا لم تتدبر القرآن سيكون مقفلا، وهذا بنص القرآن الكريم.
كل من لا يتدبر القرآن، والتدبر مرحلة أعلى من الحفظ أيها الأحبة. نحن للأسف حفظ لا نحفظ، فكيف نتدبر؟ لغة عربية لا نفقه، معاني الكلمات لا ندركها لأن عقولنا حشيت بكلام فارغ من الإعلام والميديا ووسائل التواصل. والله سنتحسر على كل ثانية مرت بنا لم نتدبر فيها كلام الله عز وجل. الحسرة ستأتي لحظة الموت، عندما يأتي الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لذلك أيها الأحبة، نصيحة محب: أنفق حياتك ووقتك في تدبر القرآن، والله تكفل بالرزق وتكفل بالحياة الطيبة لمن آمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. دققوا هذه الآية أيها الأحبة، ربطت بين المعارج وبين الزخرف. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. معارج في الكون عبر المجموعة الشمسية يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. يعني البنية الزخرفية لهذه المعارج أو هذه الطرق وصفها لنا القرآن هنا وسماها: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذن أيها الأحبة، نرى بأن القرآن دقيق جدا في التعامل مع الكلمات. دعوني أعود للدراسة العلمية ونكمل. نريد أن نتأمل ونفهم أيها الأحبة ونتدبر كلام الله عز وجل. الدراسة تقول أحبتي في الله إن هذه الأعمدة أو الأقواس تشكل بنية زخرفية غير مرئية وتفسر لنا السلوك الغامض للمذنبات، لأن المذنبات عندما تتحرك تمر عبر هذه الطرق السريعة المتعرجة، فتسلك سلوكا متعرجا يسميه العلماء سلوك غامض. طبعا بالنسبة لنا كمؤمنين نعلم أن الحركة في الكون حركة تعرجية لأن الله وصفها لنا كذلك، ولكن العلماء الآن بدأوا يكتشفون سر هذه الحركة التعرجية للنيازك. هنا أيها الأحبة يقولون إن أمواج الجاذبية معقدة جدا بين الأجرام السماوية، وطبعا يعني يقولون إنها تختلف عن الجاذبية الموجودة على الأرض، لأنك عندما تتعامل مع المسافات الكبيرة ستتغير القوانين حقيقة ويتغير مسار الأجسام التي تسلكها عبر هذا الكون العظيم. طبعا كلما ابتعدت عن الأرض كلما أصبحت ممرات الجاذبية أكثر تعقيدا، حيث إن دفعة صغيرة جدا يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في مسار هذا الجرم أو هذا الجسم. هذه الحساسية يشير إليها العلماء الرياضيات بالفوضى، مع اقتراب جاذبية الأرض وجاذبية القمر من موازنة بعضهما تزداد الفوضى وتزداد هذا يزداد هذا التعقيد. طبعا كما أقول لكم أيها الأحبة، العلماء حريصون على أن يقولوا كل شيء بالمصادفة وكل شيء فوضى، ونحن لا نؤيد هذا الكلام لأنه متناقض. يعني كيف يمكن للفوضى أن تصنع هذا النظام البديع؟ لو كان هناك فوضى في الجاذبية لانهار الكون على بعضه. أنتم تقولون الكون عمره 13.7 مليار سنة،
طيب كيف حافظ على بنيته ونظامه خلال 13.7 مليار سنة لو كان هناك فوضى؟ إذن لا يوجد فوضى في الكون أيها الأحبة. إذن أحبتي في الله يعني أنا فقط يعني أرى هذا هنا طبعا يتحدثون عن موضوع أعمدة الجاذبية وهي شكلها طبعا متعرج، والأشكال التي تسلكها تتغير أيضا عبر العقود. يعني هنا أنا دعوني أترجم لكم فقط هذا الجزء ونحن نرى، يعني ونحن نرى هذا الشكل. دعوني استخدم برنامج جوجل للترجمة لأترجم بعض بسرعة يعني بعض المعلومات. طبعا هنا أيها الأحبة تظهر يعني هذه اللوحة أو هذا الرسم المتحرك يعني هي صورة يعني مرسومة، رسم متحرك تظهر كيف تتحرك نقاط لاغرانج لكوكب أزرق مع الكوكب بينما يدور الكوكب حول الشمس. يعني أثناء دوران الكوكب حول الشمس، الشمس تنجرف وتسير وتصعد وتهبط بحركة أشبه بالسباحة، سباحة الشخص هكذا حول مركز المجرة، وتدور دورة كاملة كل 225 مليون سنة. هذه الحركة يعني الكوكب يدور حول الشمس وينتقل ينجرف صعودا وهبوطا، ثم يعني يدور حركة معقدة تعطيك هذه الأشكال لحركة هذا الكوكب، تعطي هذه الأشكال. ونرى بأن الكوكب عبر الوقت يتحرك حركة تعرجية. يعني حقيقة الكواكب بسبب تيارات الجاذبية هذه لا تتحرك حركة دائرية، المسارات ليست دائرية وليست مستقيمة وليست منحنية بل هي متعرجة. لذلك القرآن عندما قال يعلم ما ينزل من الأرض وما ما ينزل من السماء وما يعرج في السماء وما يعرج في السماء، هذا التعبير دقيق جدا 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 أيها الأحبة، ومتفق مع الحقائق العلمية اليقينية التي نراها أمامنا حقيقة. يعني طبعا هذا البحث الحقيقة أنا أقول لكم استغرق سنوات طويلة لاكتشافه، وتقريبا هنا يعني سأحاول ترجمة آخر عبارة فقط. هذا طبعا أنا أقرأ هنا من على موقع Life Science، أنا أقرأ الآن من على موقع Life Science. طبعا هنا أيها الأحبة يقول الباحثون في هذه الدراسة إن العلماء طالما فكروا بأن هذه التعرجات أو المتشعبات تشكل طرقا سريعة بين الكواكب، وبالتالي فإن يعني ما تم الكشف عنه هو أمر عميق جدا، بحيث أن يؤدي بنا إلى فهم جديد للملاحة المتقدمة لبعثات الفضاء في المستقبل. يعني طيب أنتم الآن في عام 2020 أواخر 2020 بدأتم تفكروا أن الحركة يجب أن تكون متعرجة في الكون؟ يعني أنا أفهم من هذا الكلام أحبتي في الله الذي هو موجود على موقع لايف ساينس، يعني يستطيع أي إنسان أن يقرأ وأنا أترجم معكم. يعني طيب الآن أدركتم أن الملاحة الكونية أو الملاحة في الفضاء يجب أن تكون متعرجة هكذا ليست مستقيمة؟
طب القرآن قبل 1400 سنة أخبر عن ذلك، قال دعوني أعرض الآية القرآنية. الآية القرآنية رائعة جدا أيها الأحبة، والله يعني أنا شخصيا أستمتع عندما أكتشف شيء جديد في القرآن، وأكتشف يعني دقة كلام الله عز وجل، وكيف أن القرآن يأتي متفقا بدقة عجيبة جدا مع الحقيقة العلمية اليقينية. نحن هنا لا نتحدث عن نظريات أيها الأحبة، أنا لا أتحدث عن نظرية كونية، أتحدث عن حقيقة علمية رصدها العلماء بالقياسات. الله تعالى يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه ماذا؟ يسيرون؟ لا، يتقدمون؟ لا، يدورون؟ لا، ماذا؟ يعرجون. يعرجون هنا الباحث في نهاية البحث يقول يعني نحن لا نعلم لماذا الطرق السريعة في الكون شكلها متعرج على شكل أقواس مرتبطة ببعضها بمنطق خفي رائع، لماذا الأجسام تسير بهذا الشكل؟ يقول ليس لدينا أدنى فكرة حتى الآن. هو يختم البحث بهذه العبارة، دعوني أعود للباحث لنرى هذه العبارة حقيقة عبارة جميلة. هو باحث منصف يعترف أنهم حتى الآن لا يفهمون أي شيء، حتى الآن لم يفهموا أي شيء حقيقة. هنا أيها الأحبة سنرى آخر شيء في هذا البحث. هنا طبعا يقول we have not the slightest idea yet. ليس لدينا أدنى فكرة حتى الآن عن هذا الشكل. هنا arc shape إنه شكل الأقواس، هذه أقواس متعرجة طبعا. أما يقول أنا يقول يعني نحتاج إلى مزيد لنفهم هذه الأقواس. ثم يختم بحثه يقول نحن حتى الآن لا نعلم أي شيء. We have not كما نرى أمامنا أيها الأحبة. أنا الحقيقة لا أريد أن أثقل عليكم، ولكن الحقيقة أن العلماء حتى الآن كل التطور العلمي يقول لا نعرف أي شيء. الحركة التعرجية في الكون، نحن نعلم أن الأجسام تتحرك بشكل متعرج، أقواس متعرجة تشكل بنية زخرفية رائعة، ولكن لماذا يحدث هذا نحن لا نعلم. طيب يا أخي القرآن أنبأكم عنها. القرآن قال ولو أنا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ورواد الفضاء كما تحدثنا آنفا، علماء وكالة ناسا ورواد الفضاء من وكالة ناسا، عندما صعدوا أول مرة قالوا أحسسنا أن بصرنا قد أغلق، لأن هناك تغيرات تحدث في العصب البصري بسبب انعدام الجاذبية. عندما تخرج خارج الأرض جسمك تعود على الجاذبية الموجودة على الأرض، يختل نظام العمل في العصب البصري في الجسم، فتتلخبط الأمور في دماغك، ويمكن أن تصاب بالعمى المؤقت في بعض الظروف. يعني لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يتعرض لأحاسيس تشبه إنسان مسحور.
لذلك رواد الفضاء هناك علم قائم بذاته أيها الأحبة، اقرأوا عنه، اسمه علم أمراض الفضاء، علم مجلدات أمراض الفضاء، أمراض فقدان الجاذبية. لذلك تجد أن رائد الفضاء عندما ينزل إلى الأرض تشعر أنه مكرسح، يحتاج إلى نقالة، يؤخذ إلى المشفى علاج، وعلاج فيزيائي وعلاج طبيعي وأغذية محددة وأدوية وكذا حتى يعود ليتأقلم. إذن أيها الأحبة، عبر عنه القرآن، قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه ماذا؟ يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الحقيقة أحبتي في الله، أنا كنت أحب أن نأخذ فكرة موجزة عن تاريخ الكون والتطابق المذهل الذي وجده العلماء مع القرآن خطوة خطوة، منذ ما يسمى بالانفجار الكبير، والقرآن طبعا لا يعترف بانفجارات وفوضى، لا يعترف بالفوضى، القرآن يعترف بالنظام، يعترف بالرتق والفتق، إشارة إلى النسيج، لأن هاتان الكلمتان تستخدمان مع النسيج، رتق وفتق، وبالفعل هناك نسيج كوني. ومراحل، المراحل التي مر بها الكون عبر 13.7 مليار سنة وصفها لنا القرآن بكل دقة، بكل دقة وصفها. فسنحتاج إلى إن شاء الله حلقة عن هذا الموضوع بإذنه تعالى. الآن أنا يعني أحب أن أعرض بعض التعليقات، إذا كان هناك سؤال مهم سأبحث هنا بين هذه التعليقات على هنا. الأخ يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني السماء مقفل والله تعالى يقول ولو فتحنا، يعني لو، طبعا الكون مقفل أمامك أيها الإنسان، لأنك أقصى نقطة، قلنا أقصى نقطة وصلها الإنسان 400 ألف كيلومتر إلى القمر، والأربعمائة ألف كيلومتر ماذا تساوي بالنسبة للوحدة الكونية الواحدة؟ قلنا الوحدة الفلكية، وحدة القياس يعني المتر، لو اعتبرنا كل وحدة فلكية التي هي 150 مليون كيلومتر اعتبرناها مترا، لأن القياس في الكون يكون إما بالسنة الضوئية التي هي 10 مليون كيلومتر تقريبا إلا قليل، أو على الأقل بالوحدة الفلكية التي هي 150 مليون كيلومتر، كلاهما مسافات كبيرة جدا. لذلك أنت لا تستطيع إذا أردت أن تصعد في الفضاء، تخرج خارج المجموعة الشمسية مثلا، هناك بوابات وطرق محددة، أي طريق آخر سيجرفك بعيدا ستموت. تمام أيها الأحبة؟ إذن المقصود ولو فتحنا عليهم بابا، هذا النفق أو لنقل القوس أو الطريق السريع من طرق الجاذبية لابد أن تدخله من المكان الصحيح، هذا هو الباب، يجب أن تبحث عنه وتدخل فيه، ستصل إلى ملايين الكيلومترات في زمن قليل جدا، ستعبر ملايين الكيلومترات في زمن قليل، لأنك ستستخدم قوة دفع الجاذبية، قوة دفع الجاذبية ستصل، يعني ستخترق مسافات كبيرة جدا في زمن قليل. هنا لدي الأخ أحمد يقول أنا مسلم الحمد لله على نعمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء السابعة صحيح، لكن فيزيائيا سوف يموت أو كذا، استغفر الله، يعني لا 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 يجوز لنا أن نقول يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لأن النبي عندما عرج إلى السماء، حتى نحن يعني النبي سماه المعراج، المعراج
استخدم كلمة علمية، يعني الإعجاز يبدأ من اسم الحدث وهو المعراج. طيب، هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء السابعة، هل استخدم الله القوانين الأرضية أم استخدم قوانين أخرى؟ يعني نحن نعلم في الكون هناك ما يسمى بالثقوب الدودية، هناك أماكن في الكون أيها الأحبة يمكن أن تنفذ من منطقة إلى منطقة بعيدة جدا تحتاج لمليارات السنوات، يمكن أن تخترقها في ثانية واحدة، هذا علميا أو يعني كاحتمال علمي وارد. الكون فيه عجائب ونحن حتى الآن لم نكتشف كل شيء، إذا كان العلماء حتى الآن لا يفهمون لماذا الحركة في الكون تعرجية، قلنا الباحث ختم بحثه قال نحن لا نعلم، ليس لدينا أي فكرة عن طبيعة هذه الحركة، لماذا الأجسام تسير بحركة تعرجية. وبالتالي القوانين التي يعني سار وفقها النبي عليه الصلاة والسلام قوانين غير مكتشفة حتى الآن، فلا نستطيع أن ننكر هذا الحدث، ولا نستطيع أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صعد بقدرته بإمكانياته، لا، هو عرج إلى السماء أو عرج به إلى السماء بقدرة الخالق عز وجل، والخالق عز وجل لم يطلعنا على كل القوانين في الكون، ولكن من الناحية العلمية يمكن أن نقول أحبتي في الله إن الإنسان يمكن أن يخترق مسافات هائلة جدا في زمن بسيط جدا إذا سار بطرق معينة وبقوانين معينة، يعني هناك قوانين معينة إذا تمكن من استخدامها سيصل إلى السماء السابعة بلمح البصر دقائق مثلا، ولكن هذا خارج إمكانيات البشر. إذن النبي عندما عرج به عرج بقوانين أخرى غير القوانين التي نعرفها على الأرض، والنبي لم يطلب منك أن تؤمن به فقط لأنه عرج به، يقول لك أنا عرج به فآمن، لا، هو أعطاك كتاب اسمه القرآن فيه حقائق علمية وكونية ورقمية وغيبية وبلاغية، مجموع هذه الحقائق في القرآن هي التي تجعلك تؤمن بيقين. أما المعراج هو معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، من معجزاته الكثيرة. هنا أحبتي في الله يعني تقريبا الأسئلة هنا لا يوجد أسئلة يعني ذات أهمية. طبعا هنا يقول في سورة الجن، الأخ محمد يقول في سورة الجن يرسل عليكم شواظ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. هذه آية يمكن أن تكشف علم من العلوم. طبعا أيها الأحبة قلنا هناك أجسام نحاسية في الكون ونيازك نحاسية حارقة جدا موجودة واكتشفت وتحدثنا عنها حقيقة. هنا الأخ أو الأخت لا أدري مهم يقول هل تؤمن بكروية الأرض لقول الله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب لو كانت الأرض مسطحة لقال الله المشرق والمغرب. حقيقة هذا موضوع كروية الأرض يعني الناس توصلوا علميا إلى مراحل متقدمة جدا ونحن لازلنا نبحث في كروية الأرض. طبعا الأرض كروية والدليل على ذلك أن كروية الأرض هذه أن العلماء استطاعوا قياس قطر الأرض ومحيطها وبعدها عن الشمس وبعدها عن القمر
وفسروا سبب دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، وفسروا دوران الأرض حول القمر حول الأرض، ووضعوا قوانين. هذه القوانين عندما تطبقها تأخذ نفس النتائج. يعني مثلا كسوف الشمس، كسوف الشمس، كيف يستطيع العلماء أن يعرفوا أن الشمس ستكسف مثلا بعد سنة باليوم المحدد؟ لو كانت الأرض مسطحة، ما هي الحسابات التي ستستخدمها؟ المشكلة الذي يقدم لك فكرة الأرض المسطحة، كما قلنا، يستخفون بعقول الناس. طيب أين القوانين التي تحكم هذه الأرض؟ أعطينا قوانين رياضية فيزيائية. الكون كله أيها الأحبة قائم على قوانين رياضية. الكون كله هذا، أنا حركتي الآن لها قوانين، وجودي على الأرض أنا أخضع لقوانين الجاذبية وغيرها. طب الأرض المسطحة، فقط تقول أرض مسطحة والعلماء يكذبون، وعلماء وكالة ناسا ودجالون. طيب وبعدين؟ أعطيني القوانين التي تحكم حركة الأرض. طبعا أنا وعدتكم سأخصص لقاء طويل إن شاء الله، وهذا ليس يعني مجال البحث الآن. هنا الأستاذ وليد يقول: هل التعرج يبقى دائما مستمرا للأجسام، أم هناك أجسام لا تعرج؟ الحركة أيها الأحبة، قلنا في بداية الحلقة، أرجو الانتباه، عندما تتحدث عن المسافات القصيرة يعني مئات الآلاف من الكيلومترات، هذه مسافة بسيطة تعتبر قياسا للمسافات الكونية، أو عندما تتحدث عن السفر 10,000 كيلومتر، هذا الجاذبية لا تؤثر كثيرا عليه، تأثيرها منعدم، فأقصر طريق هو الخط المستقيم. أما عندما تتحدث عن مئات الملايين من الكيلومترات وآلاف الملايين من الكيلومترات، الذي يسيطر هناك تيارات الجاذبية، فيجب أن تسير بخطوط متعرجة. إذن القضية ليس لها علاقة بحجم النجم، إذا كان نيزك أو غير نيزك أو حجر صغير، لا، كل الأجسام تخضع، ولكن الذي يعني يجعل الحركة تعرجية هي طول المسافة التي تقطعها. إذا أردت أن تقطع مسافة كونية مثلا مليار كيلومتر، يجب أن تسير بخط متعرج. المسافات القصيرة تسيرها بخط مستقيم. هنا يقول: فيزياء الكم تصف العديد من الظواهر الموجودة في القرآن. والله أنا يعني إن شاء الله لدي نية أن يكون هناك أيضا حلقة عن موضوع فيزياء الكم، أو في هذه القوانين التي تظهر بشكل غريب عندما تدخل. يعني نحن الآن تحدثنا عن المسافات الكونية الهائلة، قلنا أن الحركة تختلف، تصبح حركة تعرجية في المسافات الكبيرة. طيب في المسافات الصغيرة ما الذي يتحكم؟ أيضا القوانين تختلف، وأطلق العلماء اسم فيزياء الكم أو الكوانتوم. يعني عندما تصبح المسافات قصيرة جدا جدا، يعني من مرتبة الذرة أو ما داخل الذرة، تختلف القوانين ويختلف سلوك المادة أيضا، ونصبح في عالم آخر له قوانين. وأيضا القرآن أشار بالفعل إلى هذه الظواهر، وهذا يحتاج إلى حلقة طبعا أحبتي في الله، يعني حلقة عن نظرية الكوانتوم أو فيزياء الكم. هنا الأخ وائل يقول: جزاك الله عن المعلومات المهمة، ما سر وجود آيات في القرآن مثل حاميم كاف ها يا عين صاد؟ هذه أيها الأحبة تحدثنا مؤخرا عنها، وقلنا إن هذه الكلمات التي هي كلمات نورانية أو حروف نورانية تمثل نظام رقمي في القرآن. توزع هذه الحروف
له نظام رقمي معجز، وحتى الآن يعني تمكن بعض الباحثين من اكتشاف القليل من أسرارها، ولكن هناك الكثير. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم في هذا المجال بإذنه تعالى. ولكن يمكن أن أعطيك معلومة سريعة جدا. في مثلا سورة مريم تحدثنا أن رقم السورة 19، والسورة هذه موجهة لأهل الكتاب تخاطبهم، وسيدنا عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، ففيها إعجاز رقمي يقوم على العدد 19، والله تعالى جعل حروف كاف هاء عين صاد من مضاعفات العدد 19، وحروف مريم ميم راء يا ميم أيضا مضاعفات 19. وتحدثنا عن سلسلة طويلة لها علاقة بالعدد 19 في سورة مريم التي رقمها 19، يمكن أن تعود إليها. أتوقع أظن أن اسم فيديو شفرة سورة مريم، يمكن أن تجده إن شاء الله على اليوتيوب.